جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخانا ميم 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 من رأس تنورة في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. هذه رسالة شيخ صالح من إحدى أخواتنا، تقول المرسلة ألف يا ميم، تقول عن نفسها: زوجي مسرف على نفسه، فهل علي إثم إذا بقيت معه أم أن علي إثم إذا طلبت منه الطلاق؟ جزاكم الله خيرا. عليها أن تبقى معه وأن تناصحه، إلا إذا كان يرتكب أموراً تقتضي الردة عن دين الإسلام مثل ترك الصلاة متعمداً، فإنها لا يجوز لها البقاء معه وهو غير مسلم، بل تطالب بالفراق. وإذا كان يتعاطى شيئاً من المحرمات التي هي دون الشرك كالمسكر وغير ذلك من المعاصي، فإنها تبقى معه، ولكن عليها أن تناصحه أشد المناصحة، فإذا استمر ولم يمتثل فلها أيضاً أن تطلب الفراق. نعم.